كل حال في حاجات جميلة برضو في رمضان، ومنها التهنئة اللي احنا هنروح دلوقتي نشوفها ونسمعها. تهنئة عندنا أبطالنا في السلة في النادي الأهلي، بيهنوا كل حضراتكم بحلول يعني شهر رمضان. خلينا نتابع ونرجع نكمل. طيبين وبخير دايما. قوسينا وانتم تابعين. رمضان كريم. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين لجمهور النادي الأهلي كله. كل سنة طيبين ورمضان كريم عليكم كلكم. كل سنة طيبين، رمضان كريم. كل سنة طيبين ورمضان كريم إن شاء الله. كل سنة وجمهور الأهلي طيب وبخير، رمضان كريم عليكم كلكم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. رمضان كريم. رمضان كريم. كل سنة طيبين ورمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. كل سنة وكل جماهير النادي الأهلي طيبين، رمضان كريم عليكم. رمضان كريم عليكم وعلى كل أهاليكم وأسرتكم يا رب. رمضان كريم. كل سنة طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. كل سنة طيبين ورمضان كريم على جمهور النادي الأهلي كله. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. جميله الفيديوهات دي، وعلى فكره من امبارح كمان في فيديوهات كتيره يعني فايرل على وسائل التواصل الاجتماعي لكتير جدا من اللعيبه العرب او حتى غير العرب ولكن المسلمين، لحظه انطلاق مدفع الافطار ولحظه يعني اذان المغرب طبقا طبعا حسب التوقيت اللي كل بلد فيها موجود. بس الفيديوهات اللي من النوع ده بجد لطيفه جدا.